بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لطلابنا الصف السادس على هذا التخرج، نسأل الله العلي العظيم أن يوفقهم إن شاء الله وأمامهم المستقبل، أتمنى لهم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. سارعي للمجد والعلياء، خالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعالم والوطن. سواء كان حضوريا
صدى أصواتهم يقرع أذانكم في حصولكم وفي جود. السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اولياء الامور افضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال الغلام انما تصيبني انه راشد وانا اقف امامكم يعني حدث عن جبري قد تم ذكره وكان نتيجه حصاده طوال هذا العام الرصيد. وهو جواب مولد اعداء المراسل الاولى في مدرسه وفي صوره وفجدت كلمات عجزت عن تصيب احدنا ونرجو عن انتقالكم للمرحلة الدراسية الفاتحة. سائلين الله لكم أعز وجل أن تكون سماواتكم القادمة مليئة في تفوق ملك الأعلى وأن نراكم في أعلى وأرفع الشهادات والمناصب. طالب دعاء عبد الرحمن الجهني، الطالب فيصل احمد حوامي، الطالب فيصل رضا اللمكي، الطالب فيصل عوض الغامدي، الطالب ليث عبد الله السلمي، الطالب محمد اسامه العمودي، الطالب محمد سلطان الدبساني، الطالب محمد عبد الله الغامدي، الطالب هاشم زين بعدي، الآن طلاب الصف السادس سالم، الطالب أصيل السلمي، الطالب مهران إبراهيم آل الله، الطالب سلمان فايز الطويل، الطالب سيف خالد الرديناني، الطالب سيف عبد الوهاب الزهراني، الطالب عبد الرحيم بكر شاوري، الطالب عبد العزيز نواف الزهراني،